السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم ماسك زوين بزاف، رائع، وغادي تشكروني عليه بزاف ملي غادي تستعملوه. بمكونات بسيطه هذا الماسك غادي يهنيكم من الحبوب ديال الوجه والبطور ديال الوجه، وغادي يصفي لكم البشره ديالكم وغادي يبيضها، ما بقيش غادي تعانيو من الحبوب. بعنصر مهم مهم جدا للبشره، واللي دابا ولاو كيهضروا عليه الناس بزاف، كيف كتشوفوا في القنوات ولاو كيهضروا عليه بزاف، لا القنوات الاجنبيه ولا العربيه، واللي كيستعمل في لي ماسك بزاف، والماسكات ديالو غاليين، وانا جبت لكم باش ديروا ماسك طبيعي في الدار بلا ما تحتاجوا تشريوه بثمن باهظ. اليوم هذا العنصر اللي هو غادي نشارك معكم اللبان، اللبان الابيض، ماشي اللبان الكحل، اللبان الابيض اللي كيصلح للبشره. وكيف كتشوفوا كي داير، هو غادي الصفوريه، ولكن باش كتعرفوا مزيان ملي كديروه مع الماء كديروه في شي قريعه وتنخضوه مزيان، كيولي بحال اللون ديال الحليب. كيف كتشوفوا انا اللون ديالو هنايا بحال الحليب. انا راه يلاه اليوم باش صايبته هكا في القرعه، باش تشوفوا اللون ديالو ما واضحش مزيان كيف الحليب، ولكن منين نتوما غادي تستعملوه وغادي تخليه واحد 4 ايام ولا 5 ايام غادي تلاحظوا في القرعه ديالكم اللون ديال الحليب بيض، هذاك هو باش تعرفوا اللبان الحقيقي حيت كاين المزور. انا هذا صراحه ماشي شاريه من هنا من المغرب، مي واحد صاحبتي جابته ليا من اليمن الحقيقي. كيف كتشوفوا هذا راه الحقيقي ماشي المزور، حيت فيه وفيه، حاولوا تاخذوا الحقيقي هو اللي غادي ينفعكم في هذه الوصفه. وكنا كنعرفوا كيف قلت لكم الفوائد ديالو، هو غني غني بالكولاجين، فيه الفيتامين او، والكولاجين كنعرفوه بانه مضاد للشيخوخه، فما كيخليش التجاعيد ديال الوجه. فممكن نستعملوا هذه الوصفه للناس الكبار الناس الصغار، كاع اللي تيعاني من مشكل ديال التجاعيد وبغى يتهنى منه وبغى يصفي البشره ديالو ويحيد منها الحبوب والبطور وبيض البشره ديالو، فهاد الماسك غادي يفيدو بزاف وغادي يلقى عليه نتيجه زوينه بزاف. انا كنصحكم به وانا كنستعملو يوميا، هذا كنستعملو انا يوميا وكيصفي البشره بشكل فظيع. اليوم انا غادي نستعمل معكم ماسك ديالو، كنحتاجو كي قلت لكم اللبان، كنحتاجو هنايا درت الرز، سلقتو طحنتو الدقيق ديال الرز ودرتو مع الماء وطبختو شويه، كتشوفوا هنايا كالكخيل، فانا كنضيف ليه اللبان مع هنا عندي الماء درتو فيه خلطتو، هو كيولي كي الحليب، غنضيفو ليه هذا ماسك للوجه. فهذا نقدروا نستعمله بالليل ولا بالنهار ماشي مشكل، المهم ملي غادي نستعمله غادي الا كنا خارجين بالنهار نستعملو واقي ديال الشمس. فكيف كتعرفوا طر الرز الفائده ديالو كيبيض البشره وكيصفيها وما كيخليش الكحوليه ديال البشره ولا البطور. مهم الرز البشره ديالنا كيستعملوه يا الاجانب، كنشوفوا البشره ديال الكوريين ديال الشينوا كيف كنشوفوا بيضه، فهما كيف كياكلوه كيستعملوه ماسك الوجه ديالهم. ويلا ضفنا ليه كيف قلت لكم هاد العنصر ديال اللبان الابيض، فغادي تلاحظوا النتيجه
فما تكملش شهر الا استعملتو هذا الماسك. تقريبا تقدروا تستعملوا هذا نهاريا نهار لا او لا كل نهار، هو زوين البشره ما غياديش ليكمش البشره ديالكم. فشهر واحد غادي تلاحظوا الفرق، ما بقاش عندكم الاثار ديال الحبوب، ما بقاش عندكم حتى التجاعيد، غادي تنقص بشكل كبير. وهذا ماسك كنصحكم بها البنات، ونتمنوا تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم للفيديو ديالي، وما تنساوش تدعموني، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.